مرحبا بكم مشاهدينا في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الدرس الآن. كما تلاحظوا معنا هاد السيدة مسنة عندها 105 عام، دارت اللقاح حتى هي بات الواجب، يعني أمنت بداك الشيء كما كتقول. كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم خويا، كيفاش كان الاحساس ديالها من بعد ما دارت لها الاحساس؟ غتحسوا هي انا عارف الاحساس ديالها مسؤوله، غير هي ما كتسمعش مزيان. نعم كيسولوا فيك شنو فاش دبيتي البرا باش ما حسيتي، واش مزيانه ضراتك جات السخانه شنو؟ قولي لهم عجباتك؟ عجبتك العبير بعد ايوا حنايا الحمد لله نعم الحمد لله. كما لاحظتوا مشاهدينا الكرام على المباشر، اول مسنة اللي عندها 105 عام ودارت اللقاح ضد كوفيد. ها واش مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام نلقاكم في بث مباشر جديد ان شاء الله.